السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ميسي وما شكون هو داك الدري اللي جابت معاه المعلمة؟ انا ما عرفتش، ياك ما لقاتو في الزنقة تالف وجابتو معاه. ياك تقدر تكون لقاتو تالف وجابت ما عرفتش. وزادة واخا نسولك شكون هاد الدري اللي جبتي معاك؟ وسمحي لي مدراش مني قلاد الصوار. هذا ولدي رياض، عاد كنت غنقدمو ليكم. وزادة ولدك زويون زويون الله يحفظوني. قولي وزادة هذا هو ولدك السي رياض. ومرحبا بك السي رياض عندنا. مرحبا وعليك مرحبا. وكيش بالك أستاذة ولدك السي رياض؟ دابا خلينا من كيش بالي ولا كيش بالي، جبتو المطبوع ديال الاجتماعيات حيت نهار الثلاثاء عندكم امتحان الاجتماعيات، غنشوفكم واش راجعتو ولا لا. لقيتي فيا كنعيطك الأستاذة، ما كتدخلش سوق راسك، فضولي كي داير. والله حتى عندك الصح، كنعرفش ندخل سوق راسك. ماما من هذا كبير وتيخرم على الدراري الصغار؟ يا سي رياض وانا يمضوا ثلاث سنين، داكشي علاش انا الكبير فيهم كنقرا مع هاد البراش هادو. يا عليك يا سوج مضوا ثلاث سنين يا علاش مفتخر بها عاجبك مضوا ثلاث سنين كتقولها وانت فرحان. واش غنقول لك؟ الله يهديك وصافي. ماما من هاد الشيء اللي شافت تصدق مع الدراري الصغار؟ رياض شوما ولدي ما تبقاش تقول هاد الهضره. صافي بحال يا ماما. وزوينه هادي يا ابراهيم، كيفاش مشى لبود المعلمه؟ جاي تعاير هذا ماشي جاي معلم. ادخل الصح هذا وفضولي هاد ولده مع راساته. يلا نتابعوا لهنا. السؤال الاول، اين يقع المغرب جغرافيا؟ استاذه 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 ليس يقع المغرب في قارة افريقيا. مزيان حسن جدا. وي 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 على ميسة تايت مجهداتك في الاجتماعيات. مرام اين يقع المغرب جغرافيا؟ يقع المغرب اقصى شمال غرب افريقيا. حسن جدا مرام. ماما ماما هذيك ابراهيم مشات بقى يعيبني. ابراهيم اش هاد المسالة؟ نوض 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 انت وقف. قول لي الجواب ديال هاد السؤال، اين يقع المغرب جغرافيا؟ وراه ولدك رياض هو اللي كيجبد فيا، نبدي نحس هو كاز كيعيب فيا وكيخرج فيا عيني، ما خلاني كاع نركز على الدرس. دابا ما علينا، دابا جاوبني اين يقع المغرب جغرافيا؟ اين يقع المغرب؟ هنا هنا استاذه يقع المغرب، وحنايا كنعيشوا الحمد لله في المغرب، وسيظل المغرب وطننا، عاش المغرب وعاش المالي. اش هاد الجواب؟ اش هاد الجواب؟ كيفاش المغرب هنا؟ ما فهمتش. هنا وسادة حنا الحمد لله عايشين في المغرب وانا سكنوا في المغرب وسيظل المغرب. دابا صافي جلس جلس سمعني، غتشد المطبوع ديال الاجتماعيات غادي تجبد صفحة 23 24 غادي تكردهم غتحفظهم مزيان وغدا غادي تعرضهم عليا. ولا ما حفظتيهمش غادي تاكل كتلة ديال العصا. هادي هي عقوبة. واخا وسادة واخا ديما عقوبة دي انا طابق العقوب. يقع المغرب اقصى شمال غرب افريقيا ويحوطه شمالا البحر الابيض المتوسط وغربا المحيط الاطلسي وشرقا الجزائر وجنوبا موريتانيا. مفهوم مفهوم استاذتي. بماذا يذكركم هذا الاسم؟ طارق بن زياد. استاذه 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 نجلاء. طارق بن زياد هو فاتح الاندلس. حسن جدا نجلاء. مرام بماذا يذكرك هذا الاسم طارق بن زياد؟ طارق بن زياد قائد عسكري مسلم مغربي الجنسية، هو من قاد الفتح الاسلامي بالاندلس. حسن جدا مرام. مزيان. يلا سمعوني انا غدا نمشي عند استاذ الحرية ونبغي القسم يكون فيه سكات. رياض نوض ولدي قيد لي ليه هدا قيدو. واخا مرام. وين تيلك على هاد البسقول هذا؟ اخر ايامي حضيني هو. يا ماشي دابا ابراهيم ماشي دابا الحكرة، دابا داك البروشي حضينا حنا شارفين. اختي ميساء الله يحفظك، واش عندك شي سير وزرق زايد كتب بيه ونرجعو لك اختي. ما عرفت شكون كيقيد هذا، ما عرفت شكون كيقيد. باش يقيدني انايا مالي انا شنو درت انت راك دويتي. يلا ها هو قيدك تانت.
يدهم. عيبك اخويا رياض، مسحني ونعطيك درهم. هذا حرام. وانت لك على البروش، قلت توك يعرف الحلال من الحرام. وهذاك البروش وامسحني ولا نجي نتفاهم معاه. لا مسحتك انت ديال الهضر. رياض اجي نقول لك اجي نهاش. شنو بغيتي مالك؟ أرى ودك اجي نقول لك اجي. علاش البروش قيلتي؟ قلت لك مسحني علاش ما مسحتيش؟ بغيتي تقصي معايا في لاطاي. قلت لك مسحني مسحني. مسخوط. لا. كبرتي عليا ابراهيم كبرتي. اي 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 وين وين وعلى على الرياض شحال زوين وين وين زوينة أستاذة ولدك زوين وطيب. أستاذة ولدك طيب طيب وزوين وقبيل وكيلعب معاه. راه إبراهيم وجب لي ودنية لأنك أنت القيد قيد هو ميثاء كانوش يهضروا. إبراهيم أش هاد المسألة وأش هاد قلة الأدب؟ هاد المسألة هادي ديالك حيدة منك تابع تابع. أجي هنا إبراهيم قلت لك أجي هنا. أستاذة ديك المرة ضربتيني بالتيو وانا سيمانة ما قديت ناكل ما قديت ندير والو بيديا. انت تنجد واحد الحجم الشكارة وانا هنا شاك.